لسنا بحاجة إلى هذا العدد، إنها إمبراطورية افتراضية أمريكية وليست حقيقية صدقني. طيب، فيما يتعلق بالموضوع الداخلي أيضا، يعني هناك نوع من ما يسمى بمحاكاة الغرق، يعني استخدام أدوات التعذيب وما شابه ذلك مع ما يسمى بالإرهابيين المعتقلين. يعني هل هذه المسألة حسمت داخل الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بهذا الشأن؟ وهل محاكاة الغرق أو ما شابه ذلك يعني هي أمر لا يمكن الاستغناء عنه مثلا؟ بصراحة التعذيب إلى اندثار في الولايات المتحدة، اندثار كما تفضلت وقلت إلى اندثار، نعم، وإضمحلال وكل وسائل التعذيب المستعملة بحق الموقوفين لأسباب إرهابية في الداخل أو في الخارج ستتوقف. والشعب الأمريكي لا يريد مواصلة ذلك، وأوباما يتجه إلى وضع حد لهذا الأمر. أرجوك سيد بيرد، يعني ألا تحدثني عن يعني مبادئك وأمالك، حدثني عن الموقف الآن في الإدارة الأمريكية. أنت طبعا يعني مطلع بشكل كاف لكي تخبرنا عن رؤية إدارة أوباما فيما يتعلق بهذا الموضوع. رؤية أوباما كما سبق وأسلفت كانت مختلفة عن رؤياه اليوم، فقد مر بالكثير من الصعوبات على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى المساعي الدولية التي أطلقها. وقد حاول أوباما إبرام صفقة جديدة إن شئت مع الدول المسلمة، وأظن الأمر لا يزال ممكنا، لكن لا يمكنه تحقيق المرجو مع استمرار النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. يعني وكما ذكرت هيلاري كلينتون، هناك كلام دائما دائر حول النزاع العربي الإسرائيلي أينما حطت رحالها هيلاري كلينتون. يجب حل هذه المشكلة، على كل حال يجب حل هذه المشكلة بطريقة يقول المسلمون بأنها يعني طريقة الفضلة، وهي إزالة الاحتلال عن فلسطين فتنتهي المشكلة وتحل مشكلة الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الموضوع. ردك على هذا الأمر قبل المواصلة. أولا، لن يكون بمقدور أوباما أن يفعل شيئا، فإذا أراد أن يحل الصراع العربي الإسرائيلي فإنه يواجه شخص متمترس هو نتنياهو ومعه عصاباته، ولا يختلف عن الأطياف الأخرى أيضا من الأحزاب الإسرائيلية. وهذا طبعا لا يوصف بالإرهابي داخل الولايات المتحدة الأمريكية. لا كل المجازر طبعا التي يعني هذاك اليوم يعني هنا أوباما المفهوم يختلف تماما. أوباما بيهني بأرض إسرائيل التاريخية، بيهني بإسرائيل بقيامها في أرضها التاريخية، وكأن أوباما لا يعرف أن فلسطين مغتصبة. أوباما عينه على الانتخابات القادمة، أيضا لا يفرط بفرصته القادمة في الانتخابات من أجل أن يرضي العرب. وهناك دائما التأكيد على أمن الكيان الإسرائيلي، هذا بالسياسة يعني كل يوم، حتى في زمن بوش ما كنا نسمع هذا السيل من التصريحات حول التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل مطلق، يعني في لهجة يعني قتل في العراق 1.5 مليون عراقي في حرب الخليج 2003 حتى الوقت الحاضر، قتل في أبراج التجارة 3000، 1.5 مليون ل 3000، يعني هل هذه أرقام بمحسوب؟ ولذلك أنا أتفق معه في مسألة إرهاب الدولة. الموجه له الإشارة بأنه إرهابي هي الولايات المتحدة. الولايات المتحدة فلسفة قيامها قامت على الإرهاب، قتلت من 50 إلى 200 مليون من الهنود الحمر ودفعت الباقي إلى صحراء نيفادا. وفلسفة قيام الولايات المتحدة هي فلسفة دينية قائمة، لأن 52% من الشعب الأمريكي بروتستانت، وهؤلاء يؤمنوا بأنه ينبغي أن يهدم المسجد الأقصى ويقام الهيكل على أنقاضه، وكان بوش أحدهم. لما نتكلم عن أكثر من 150 مليون
أمريكي متصهين. يعني بمعنى آخر أن الإسرائيلي مهما فعل وارتكب مجازر هو يدافع عن حق وليس إرهابيا بالمفهوم الأمريكي. بل أن البروتستانتية في أمريكا تؤمن بحق اليهود في فلسطين وهدم المسجد الأقصى أكثر. ولذلك بوش لما إجى على أفغانستان قال حرب صليبية، والحديث عن معركة هرمجدون بين الأردن وسوريا والعراق المرتقبة في بعد ديني في المسألة، يعني ليس فقط بعد اقتصادي وبعد مصالح يعني يقول بوش في خطاب متلفز للكونغرس الأمريكي، مثلما أجبرنا المرأة المسلمة في أفغانستان أن تخلع البرقع سوف نجبر المرأة المسلمة على خلع الحجاب، ولسوف ننقل بترول إيران والعراق والخليج إلى نيويورك في أنبوب تحت الماء وعلى نفقتهم الخاصة. إجا أوباما لطف العبارات يعني فقط وجمل الكلام وصار يرسل وفود دبلوماسيا ناعمة. قال بدنا أصلا بوش تكلم بلغة ناعمة، يعني الفرق بين اثنين أن بوش تكلم بلغة ناعمة وبلغة خشنة. طرح مشروع الشرق الأوسط الكبير، ليش بتقوم فلسفته؟ لما فشل بوش في العراق طرح مشروع الشرق الأوسط الكبير من الصومال إلى أقصى الشرق. يقوم فلسفة هذا المشروع على ثلاثة: الحكم الصالح، قالوا الأمريكان للعرب اعطوا حرية ما بصير إرهاب عندكم، اعطوا هامش من الديمقراطية، وضغطوا على محمود عباس أن يسرع في الانتخابات ففازت حماس، فطلعت حماس إرهابية بالمفهوم، رفضت الانتخابات رفضت. هو لذلك يعني المفهوم الأمريكي دفع في مبدأ كارتر. هذه ليست سياسة ردود فعل. في سيناريوهات التدخل الأمريكي في المنطقة العربية اللي حددها كارتر عام 80 ما يلي: تتدخل الولايات المتحدة عسكريا في المنطقة العربية في الحالات التالية: أولا إذا دخل العراق الكويت، ثانيا إذا وصل الأصوليون المتطرفون إلى الحكم في بلد عربي بطريق الديمقراطية والانتخاب، يستدعي ذلك شن حرب عسكرية. إذن المسألة مسألة دينية أيضا، مسألة دينية، مسألة طيب. دينية. يعني مسألة اعتقادية دينية. سيد بيرد، يعني هنا أنتقل إلى موضوع إيران، أريد رأيك فيما يتعلق بالتهديدات الأمريكية المتجددة على إيران، وما أثير أخيرا من كلام من جانب الرئيس أوباما فيما يتعلق بإمكانية شن حرب نووية أو ضربة نووية ضد دولتين في العالم، هنا إيران وكوريا الشمالية. Well, I don't think that that attack will ever. لا أظن هذا الهجوم سيحصل. The defense establishment here, the defense lobby, if you wish. ومجموعة الدفاعية، مجموعة الضغط الدفاعية في الدفاع، وزارة الدفاع في البنتاغون وفي إطار أجهزة الاستخبارات تحاول وتؤثر فتح جبهة حوار مع إيران. وقد يكون من السهل ربما شن حرب على إيران لو توافر الدعم من الصين أو روسيا ومن الدول الأخرى، لكن بصراحة أظن أن الإدارة الأمريكية تواجه مشاكل في علاقاتها يعني بالنسبة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة، ويجب تضمين إسرائيل في لائحة الدول النووية، ويجب منع انتشار الأسلحة النووية يعني في منطقة الشرق الأوسط. يعني أنا هنا يعني أريد أن أستفهم منك، يعني إدارة أوباما لو كانت الظروف متاحة لها لقامت بضربة نووية ضد إيران وضد غير إيران من أجل أن تحقق سياستها، يعني المسألة مسألة عدم قدرة أو عجز عن ذلك.